ايش اجل كتشدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف ما كتلاحظوا هادو عقل تاع المشمش مشمش، حنا غنقوم ب صناعه عقل من اجل الانبات ديالها، لان جاني سؤال على كيفية تعقيل المشمش. نوريكم واحد الطريقة كيفاش غادي نقومو بالتعقيل ديالو، تابعوا معنا الفيديو ان شاء الله. ناخدو عقل كيف كتلاحظوا، قرعة ديال الدجاج، ماء ماشي من الحنفية، ماء يعني خالي من مادة الكلور مشمش. نقوم بقطع العقل بحجم يعني الزجاجة. دائما البراهم ندخلهم في الزجاجة. دائما اتجاه ديال الفروع في الاعلى، ويعني الام يعني من اتجاه الام يعني يكون اتجاه البراعم في الاعلى. ثم نصب الماء ثلث شريط لاصق، ونقوم بحرق الزجاجة من الأعلى. لكي لا يتسرب الهواء الى داخل الزجاج، ونتركه في مكان يعني فيه أشعة الشمس، ليست أشعة الشمس المباشرة. ونلاحظ النمو يعني يوم على يوم، نلاحظ النموات عندما تخرج البراعم والجذور. ان شاء الله غنوريكم هذه العملية كيفاش. نقوم بتحويله الى عصيص فيه التراب. الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد مرور 4 أسابيع كيف كتلاحظوا على الفيديو اللي كدرت قديما على كيفية تعقيل المشمش، كيف كتلاحظوا
ها هو الحمد لله خرجت البراهيم. حنا غاديين اول مره غنفتحوا عليهم. لاحظوا براهيم كلها خرجت ما شاء الله. حاولوا الآن أرسم في التراب. أرسم في التراب كل شيء نبت. إذن أرسم في التراب أحبس أو أصيص في تراب. تراب مختلط برمل، رمل يعني ما فيش شما رمل بحر، ما فيش ملوحة، رمل تربة وطين وكومبوست. هكذا ديك الميكا ما نديرو هاد بديت كنصور. خذوا دعامات من قصب ولا اي شيء، تاخذوا كدعامة حماية العقلات. ولا أخذ كيس بلاستيك، كيس بلاستيك نضعه في مكان به شمس ولكن الشمس غير مباشرة، يعني حتى يعني تمر أسبوع نبدأ نوضعه في الشمس المباشرة شيئا فشيئا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شتلة لإخراج الأكسجين شيئا ما أقل، نتركه في الشمس غير مباشرة.